السلام عليكم طلاب الصف السادس العلمي الأحيائي، ودرس جديد من دروس مادة الأحياء، وهو الدرس الثالث. واليوم درسنا عن جهاز جولجي. هذا مثل ما تشوفون بالشكل هنا جهاز جولجي، طبعا هو جهاز إفرازي اكتشفه العالم جولجي في الخلايا العصبية. طبعا يتمثل موقعه في موقع خاص في السيتوبلازم بين النواة والغشاء البلازمي، بين النواة والغشاء البلازمي، ومن الصعوبة طبعا تمييز حدوده بشكل دقيق، وهو يختلف في الحجم والشكل من خلية أخرى من خلية إلى أخرى. طبعا يتألف جهاز جولجي من ثلاث ردهات محاطة أو محددة بأغشية ملساء، هي الصهاريج والحويصلات والفجوات. الصهاريج والحويصلات والفجوات، الصهاريج تتمثل بعدد 3 إلى 10 من الأكياس المسطحة. وجهاز جولجي طبعا يخلو من الرايبوسومات، يخلو من الرايبوسومات ويطلق عليه في الخلية النباتية بالديكتيوسوم، وهو يقوم ببناء السليلوز وبعض مكونات الجدار الخلوي في الخلية النباتية. إذن إذا سألنا بالبكالوريا ما هي وظيفة الديكتيوسوم أو جهاز جولجي في الخلايا النباتية، شنقوله؟ نقوله يقوم ببناء السليلوز وبعض مكونات الجدار الخلوي. أما وظيفته بالخلية الحيوانية فهي بناء وإفراز السكريات المعقدة، بناء وإفراز سكريات المعقدة وإفراز البروتين الذي يحصل عليه من الشبكة البلازمية الداخلية، إفراز البروتين الذي يحصل عليه من الشبكة البلازمية الداخلية، أي أنه لا يصنع البروتين. الوظيفة الثالثة إلى هي إفراز العديد من المواد مثل الهرمونات والأنزيمات وغيرها. إذن بالخلايا الحيوانية وظيفة جهاز جولجي هي بناء وإفراز السكريات المعقدة وإفراز البروتين وإفراز العديد من المواد مثل الهرمونات والأنزيمات. إذن إذا سألنا بالبكالوريا أو أبطانا بالصح وخطأ أن جهاز جولجي يقوم بصنع البروتينات، نأشر بخطأ لأن جهاز جولجي يقوم فقط بإفرازها. نجي هسه إلى عضية جديدة من العضيات الغشائية اللي موجودة في سيتوبلازم الخلايا حقيقية النواة، اللي هي الميتوكوندريا. الميتوكوندريا طبعا الميتوكوندريا تراكيب كروية الشكل أو خيطية عرضها بين النص إلى 1 مايكرومتر، وقد يصل طولها إلى 10 مايكرومتر، طولها يصل إلى 10 مايكرومتر، ويختلف توزيعها ضمن الخلايا المختلفة. توجد الميتوكوندريا فقط في الخلايا حقيقية النواة، وهي تتباين في حجمها بحسب الخلايا التي توجد فيها. طبعا تحاط مثل ما نشوف الميتوكوندريا بجدار أو غشاء ثنائي الطبقات، بجدار أو غشاء ثنائي الطبقات، والطبقة الداخلية منه تظهر عدة انثناءات نسميها بالأعراف، هذا عرف واحد بغشاء ثنائي. والطبقة وهذه الانطواءات تتخذ أشكالا واتجاهات مختلفة، وسميناها بالأعراف كريستا، وهي تزيد من المساحة السطحية للطبقة الداخلية لغشاء الميتوكوندريا. إذن ما هي فائدة الأعراف؟ هي تزيد من المساحة السطحية للطبقة الداخلية لغشاء الميتوكوندريا. تعرف على الميتوكوندريا على أنها بيوت الطاقة في الخلية، لما لها من علاقة بإنتاج معظم جزيئات فوسفات، جزيئات الأدينوسين ثلاثي الفوسفات الـ ATP ذات الطاقة العالية. إذن
لماذا تسمى الميتوكوندريا إذا جان التحليل ببيوت الطاقة؟ شن جاوب؟ الإجابة هي لها علاقة بإنتاج معظم جزيئات الأدينوسين ثلاثي الفوسفات ATP ذات الطاقة العالية. وعليه فإن الوظيفة الرئيسية للميتوكوندريا، ما هي الوظيفة الرئيسية للميتوكوندريا؟ هي التنفس الخلوي. هنا وذلك لاحتوائها على الإنزيمات التنفسية، أيضا هذا تعليل ثاني. لماذا تعتبر الوظيفة الرئيسية للميتوكوندريا هي التنفس الخلوي؟ نجاوب وذلك لاحتوائها على الإنزيمات التنفسية. نجي هسه على موضوع جديد اللي هي البلاستيدات. هنا البلاستيدات مثل ما تشوفون بهذا الرسم أو الشكل، أيضا هنا عندنا شكل تخطيط اللي هو المطلوب والشكل المجسم اللي هو غير مطلوب. طبعا البلاستيدات عضيات خلوية توجد في الخلايا النباتية فقط وتظهر بأحجام وأشكال مختلفة وحتى ألوانها مختلفة، منها البيضاوي والكأسي والحلزوني والنجمي وغير ذلك من الأشكال. وتكون البلاستيدات على ثلاثة أنواع: البلاستيدات الملونة، والبلاستيدات عديمة اللون، والبلاستيدات الخضر. البلاستيدات السنجي الملونة وهي التي تحتوي صبغات مختلفة تعطي ألوان الأزهار والثمار، هاي النوعية الأولى. البلاستيدات عديمة اللون تشكل مراكز لتحول الجلوكوز إلى سكريات متعددة مثل النشا أو إلى شحوم وبروتينات. فبياض مثلا البطاطا على سبيل المثال ناتج عن وجود البلاستيدات عديمة اللون كبيرة مليئة بالنشا. إذن هذا تعليل لماذا يكون بياض البطاطا على سبيل المثال أبيض اللون، نقول ناتج عن وجود بلاستيدات عديمة اللون بكميات كبيرة. إذن هي تشكل إذا جانب الفراغات، أيضا هذا فراغ تشكل بلاستيدات عديمة اللون مراكز لتحويل سكر الجلوكوز إلى سكريات متعددة مثل النشا أو إلى شحوم وبروتينات. نجي هسه عندنا هذه هي الأهم والأكثر انتشارا طبعا، البلاستيدات الخضراء. البلاستيدات الخضراء تحاط البلاستيدة الخضراء مثل ما نشوف بالرسم بغشاء مزدوج، ويوجد داخلها تركيبان مهمان هما البذيرة أو نسميها الجرانوم هذه، وهي جمعها جرانة، وإلى الداخل السدى أو الحشوة. إذن أهم تركيبين في داخل البلاستيدات الخضراء هي الجرانة والسدى أو الحشوة، وهي المادة السائلة الشفافة التي تملأ الفسحة الداخلية للبلاستيدات. هذا تعريف السدى. وتحوي الجرانة بداخلها الصبغة الخضراء أو صبغة الكلوروفيل. ويمكن إيجاز أنه وظيفة البلاستيدة الخضراء هي تساهم في عملية البناء الضوئي. إذا البلاستيدة الخضراء هي التي تساهم في عملية البناء الضوئي، حيث تحتاج هذه العملية إلى صبغات تتمكن من اقتناص الطاقة الشمسية وأنزيمات تستطيع تكوين الكربوهيدرات. وهذه الصبغات هي الكلوروفيل على سبيل المثال موجودة على أغشية الجرانة، ووجود الأنزيمات التي تختزل ثنائي أكسيد الكربون في السدى يسهل على البلاستيدات الخضر القيام بعملية البناء الضوئي. يسهل على البلاستيدات عملية البناء الضوئي. إذن في الجرانة توجد الصبغات الخضراء، وفي السدى توجد الأنزيمات التي تختزل CO2. كل هذه العملية تؤدي إلى تسهيل القيام بعملية البناء الضوئي. هسه نجي على تعريف مهم جدا اللي هو
الثايلوكويد، هذا تشوفون الغشاء الداخلي للبلاستيدات الخضراء يسمى غشاء الثايلوكويد أو الثايلوكويد، وهو عبارة عن تركيب قرصي الشكل، تركيب كيسي قرصي الشكل يتكون من الغشاء الداخلي للبلاستيدة ويحتوي على يخطور وأنزيمات تساهم في عملية البناء الضوئي، يحتوي على يخطور وأنزيمات تساهم في عملية البناء الضوئي. نجي هسه طلاب إلى موضوع جديد اللي هو الجسيمات الحالة اللي هذا شكلها هنا بهذا الشكل، اللي هي عبارة عن حويصلات محاطة بغشاء أحادي الطبقة وتحتوي على أعداد كبيرة من الأنزيمات المحللة اللي هي تقريبا أكثر من 40 أنزيم، تكون مسؤولة عن عملية الهضم في داخل الخلية. نشوف هنا الشبكة البلازمية الداخلية، وهنا جهاز جولجي، وهنا الجسيمات الحالة. هذه موجودة في الخلايا المتخصصة بقابلية البلعمة مثل خلايا الدم البيض العدلة. تنجز الجسيمات الحالة العديد طبعا من الوظائف. ما هي وظائفها؟ أولا تخلص السيتوبلازم من الدقائق الغذائية وقطع الميتوكوندريا والأحياء المجهرية وغير ذلك من الشوائب. أيضا تؤدي الجسيمات الحالة دورا مهما في عملية التحول الشكلي في بعض الحيوانات، وعلى سبيل المثال اختفاء ذنب الدعاميص أي يرقات الضفادع عند تحولها إلى ضفادع بالغة. تتم هذه العملية من خلال تحرر أنزيمات الجسيمات الحالة إلى السيتوبلازم الخلية، وينتج عن ذلك هضم محتويات السيتوبلازم من الجزيئات الكبيرة وبالتالي موت الخلية، بعملية يطلق عليها بالتحلل الذاتي وتسمى، وتسهم طبعا هذه العملية في تحلل أجسام الكائنات الحية بعد موتها. إذا نجي بعد للوظيفة الثالثة للجسيمات الحالة، وهي تعمل على تحطيم الخلايا المكونة لها عند موت الكائن الحي وتدوير العناصر في الطبيعة من خلال عملية التحلل الذاتي. وهذا رسم واضح جدا طبعا للجسيمات الحالة وموقعها في الخلية. وشكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في دروس أو محاضرات قادمة.